يعتبر السايكونغ المكان المثالي في هونغ كونغ لتناول ثمار البحر، غير أن 90% من هذه الأسماك والقشريات مستوردة، والأسوأ أن من بينها أصنافا مهددة بالانقراض، ومع ذلك من غير الوارد تغيير قائمة المأكولات. معظم زبائننا من البر الرئيسي في الصين يعرفون أن أسماك المارو والكراكند الأسترالي والمحار الطويل الموجود في المحيط الهادئ هي أنواع مهددة، ولهذا بالتحديد يأتون إلى هنا. هم يحبون خصوصا كل ما هو أحمر لأنهم يعتقدون أنه يجلب لهم الحظ. أكثر من نصف الأطباق المقدمة هنا لا تحترم قواعد الحفاظ على الموارد الطبيعية، غير أن عددا قليلا من الزبائن يعرفون فعليا ما تحتويه أطباقهم. أنت تختار ما تريده من ثمار البحر وكيفية طهيها قبل أن تقدم إليك. خاب أملنا، إذ كنا نظن أننا سنتناول مأكولات محلية. وبهدف الإضاءة على الموضوع، ينشر الصندوق العالمي للحياة البرية دليلاً لمطاعم المأكولات البحرية التي تحافظ على النظام البيئي وفق شروط صعبة إنما غير تعجيزية. على المطاعم القيام بالخطوة الأولى واقتراح قوائم ترتكز على منتجات بحرية مستدامة. ويحاول بعض مربي أسماك المارو التوفيق بين المتطلبات البيئية ورغبات الزبائن المحليين. أعتقد أن التنمية المستدامة لا تهم المستهلكين في هونغ كونغ بقدر ما يعنيهم أمنهم الغذائي. وتحتل هونغ كونغ المرتبة الثانية عالمياً في معدل استهلاك الفرد للمأكولات البحرية، والتحدي الأكبر بالنسبة لهذه المدينة يكمن في إرضاء محبي ثمار البحر واحترام الموارد الطبيعية في آن واحد.